Principles of viral diseases. بعض المبادئ والمفاهيم الأساسية في الأمراض الفيروسية. الإصابة الفيروسية أساسها هو الدورة التضاعفية للفيروس، يعني replicative cycle of virus. لما يدخل الفيروس للخلية ويبدأ يسيطر على ميكانيكياتها ويبدي يضاعف مادته الوراثية، راح تنتج عن هذه العملية استجابة خلوية cellular response. هذه الاستجابة للإصابة ممكن تتراوح شدتها ما بين أن تكون غير واضحة no apparent effect، يعني ما تظهر أي تأثير على الخلية، أو ممكن تكون cytopathic effect، يعني تتأثر الخلية من شكلها وظائفها وغيرها، وممكن يترافق هذا التأثير بموت الخلايا cell death، وممكن يكون أيضا hyperplasia or cancer، يعني تضخم أو انقسام بالخلايا يكون غير مسيطر عليه فتزداد أعداد الخلايا بشكل غير مبرمج ولا تحت سيطرة الخلية، وبالتالي تؤدي إلى حدوث السرطانات. نتعرف على بعض التعاريف المهمة مثل الفيرال ديزيز، المرض الفيروسي. Some abnormalities in the host organism resulted by viral infection. بالنسبة للمرض الفيروسي، هو مجموعة أو بعض من التغيرات اللي تحدث بالخلايا أو في الكائن المضيف ناتجة عن هذه الإصابات الفيروسية. أغلب الأحيان تكون الإصابات الفيروسية ما إلها نتيجة بإحداث المرض، يعني مو كل إصابة فيروسية قد تسبب المرض بشكل واضح. The clinical disease، المرض السريري، يعني هو عبارة عن مرض له علامات وأعراض واضحة overt signs and symptoms، يعني أني من أشخص هذا المرض أنه هذا مرض سريري، يعني أني لاحظت وجود علامات وأعراض المرض. أما بالنسبة للسندروم أو المتلازمة، هي عبارة عن مجموعة من العلامات والأعراض المحددة اللي يتميز بها مرض معين فنسميه متلازمة. مثلا متلازمة نقص المناعة المكتسب، أو متلازمة العوز المناعي المكتسب اللي هو مرض الإيد، ويسبب فيروس لهيومن immunodeficiency virus. Important principles of viral diseases. أيضا نرجع للمفاهيم الأساسية في المرض الفيروسي. تتضمن أولا many viral infections are subclinical, fail to produce any symptoms in the أول نقطة، العديد من الإصابات الفيروسية تكون subclinical، يعني ما ممكن نشخص، تكون دون الإصابات السريرية، فتفشل بأنه تنتج لنا أعراض واضحة في المضيف. 2. The same disease may be produced by a variety of viruses. نفس المرض ممكن أن ينتج أو تسبب أنواع مختلفة من الفيروسات. 3. The same virus may produce a variety of diseases. يعني ممكن فيروس واحد يسبب أنواع متعددة من الأمراض. 4. The disease produced has no relationship to viral morphology. بشكل عام المرض دائما ينتج بالهوست ما إلى علاقة مظهر الفيروس. أهم شيء نركز إنه المرض إلى علاقة بالدورة التضاعفية أو عملية تضاعف الفيروس داخل الخلية. Number 5. The outcome in any particular case is determined by both viral and host factors and is influenced by the genetic of each. نهاية أو نتيجة كل حالة مرضية ناتجة عن فيروس معين يحددها مجموعة من العوامل تابعة للفيروس وتابعة للمضيف، وأيضا بالأساس تعتمد نتيجة المرض أو تتأثر بوراثة الخاصة بكل منهما. The viral pathogenesis. أمراضية الفيروسات هي العملية اللي تؤدي الإصابة الفيروسية بها إلى حدوث مرض، يعني الإمراضية هو إمكانية الفيروس على أن يصيب ويؤدي إلى حدوث مرض في المضيف، وكما ذكرنا بأنه هو عبارة عن تداخل من عوامل تابعة للفيروس وللمضيف. A virus is pathogenic for particular host if it can infect and cause signs of the disease in that host. الفيروس ممكن أن يكون ممرض لمضيف معين إذا كان قادر على أن يصيب هذا المضيف ويسبب علامات وأعراض المرض في هذا المضيف. أيضا a strain of a certain virus is more virulent than another strain if it commonly produces more severe disease in susceptible host. أيضا ممكن أن تكون سلالة معينة من الفيروسات أكثر ضراوة وأكثر إمراضية من سلالات أخرى إذا كانت تأثر أو تنتج
أمراض أكثر شدة severe diseases في المضيف اللي تصيبه. أغلب المعلومات أو المعرفة اللي حصلناها عن إمراضية الفيروس هي تعتمد على دراسة الحيوانات أو نماذج من الحيوانات اللي تصاب بفيروسات معينة، ونبدي ندرس عليها الأمراض وكيف تحدث الإصابة ويتطور إلى مرض، وأيضا كل هذه الأمور اللي تتعلق بالأمراض الفيروسية. ولكن أيضا من الضروري أن نفهم إمراضية الفيروس بالاعتماد على المستوى الجزيئي، يعني بالدراسات الجزيئية أيضا حتى تساعدنا بتصميم طرق معينة لتشخيص الفيروسات وإمراضيتها وكيفية إحداثها للأمراض، وبالتالي تمكننا من أن ننتج علاجات ومضادات فيروسية فعالة تستهدف خطوات تضاعف الفيروس وبالتالي تمنع من إحداث الإصابات والأمراض. من المهم جدا أن نتعرف على خطوات إمراضية الفيروس، كيف يقوم الفيروس بإحداث المرض. طبعا هي خطوات ومراحل أيضا تكون متسلسلة، مثل ما أخذنا خطوات تضاعف الفيروس بشكل متسلسل، أيضا خطوات إحداث المرض أو إمراضية الفيروس أيضا تكون متسلسلة، ولازم نفرق بين خطوات التضاعف وخطوات الإمراضية. أول خطوة هي Entry and Primary Replication، بداية حتى يسبب الفيروس إصابة مثل ما ذكرنا بالتضاعف يجب أن يرتبط بالخلية ويدخل إلى داخلها من خلال سطح الخلية مثل ما ذكرنا بالتضاعف وجود ريسبتر. بالإمراضية يكون دخول الفيروس إلى الخلية من خلال السطوح، يعني من خلال السكن، البشرة، respiratory tract، جهاز التنفسي، gastrointestinal tract، الجهاز الهضمي، اليوروجينيتال تراكت، الجهاز البولي أو التناسلي، وأيضا من خلال الكونجكتايفا اللي هي منظمة العين. هذه هي السطوح اللي ممكن من خلالها يدخل الفيروس إلى الجسم. أغلب الفيروسات تدخل إلى المضيف عبر الميوكوزا، يعني الغشاء المخاطي للجهاز التنفسي والجهاز الهضمي. إذا نلاحظ بتيبل 1 هذا الجدول مثلا عندنا بالريسبيراتوري تراكت كم مجموعة فيروسات تدخل عن طريق الجهاز التنفسي، يعني الروت اوف انتري هو طريقة دخول الفيروس إلى الجهاز أو إلى الجسم من خلال الريسبيراتوري تراكت. هاي كلها عندنا أنواع من الفيروسات تدخل عن طريق الريسبيراتوري تراكت أو الجهاز التنفسي. أيضا إذا تلاحظون الجهاز الهضمي، الماوث والإنتستينال تراكت، أيضا هاي مجموعة فيروسات لتدخل عن طريق هذا الجهاز، والسكين كذلك، ممكن أيضا من خلال الإنجكشن أيضا مجموعة فيروسات مختلفة، ممكن البايتس اللي هي تكون من خلال عضة الحيوان مثل الكلب، عندنا الريبيز فيروس وغيرها. هذا الجدول يوضح لنا أغلب الطرق الشائعة في الإصابات الفيروسية اللي تصيب الإنسان. The common routes of viral infection in humans. هناك بعض الـ exceptions أو الاستثناءات، مثلا عندنا فيروسات ممكن تدخل مباشرة إلى مجرى الدم عن طريق حقنة مثل فيروس الهيباتيتس بي، التهاب الكبد الفيروسي بي، والـ HIV تدخل مباشرة إلى مجرى الدم عن طريق حقنة، أو ممكن عن طريق blood transfusion نقل الدم، أو عن طريق insect vectors اللي هي نواقل الفيروسية مثل عندنا الحشرات مثلا فيروس الأربو فيروسز. الفيروسات عادة تتضاعف في الموقع الأولي أو الابتدائي اللي دخلت من خلاله، يعني إذا دخلت الفيروسات عن طريق الجهاز التنفسي فهي راح تسبب إصابات تنفسية respiratory infections مثل الانفلونزا، وإذا دخلت الفيروسات عن طريق الجهاز الهضمي راح تسبب إصابات بالجهاز الهضمي مثل الروتا فيروسز. هذه الفيروسات بما أنه هي تتضاعف بالموقع الأساسي أو الابتدائي اللي دخلت منه، ما حاجة أنه تسبب إصابات جهازية أو منتشرة في الجسم، هي فقط راح يكون انتشارها محدود ضمن السطوح أو الابيثيليال سيرفيسز اللي دخلت من خلالها، يعني إذا دخلت عن طريق الريسبيراتوري تراكت راح تسبب الإصابة فقط في هذا الجهاز وهكذا، يعني ما تنتشر إلى جهاز آخر أو إلى مختلف أنحاء الجسم، يعني هي ما تغزو كل الأنسجة أو تنتشر إلى مواقع بعيدة.
الخطوة الثانية من الأمراضية هي الفيروس spread and cell tropism، يعني انتشار الفيروس وتوجهه الخلوي أو توجهه إلى الخلايا اللي يستهدفها ويصيب. على العكس مما ذكرنا، أغلب الفيروسات ممكن تسبب أمراض في مواقع بعيدة عن مواقع دخولها، مثلاً الانتيروفيروسز. هذه الفيروسات تدخل عبر الجهاز الهضمي، ولكن ممكن أن تسبب إصابة في الجهاز العصبي. بعد أن تدخل راح تقوم بالتضاعف الابتدائي primary replication في موقع الدخول إلى المضيف، بعدين تنتشر ضمن المضيف من خلال ميكانيكيات مختلفة. تختلف هاي الميكانيكيات باختلاف أنواع الفيروسات، ولكن الطرق الأكثر شيوعاً ضمن كل الفيروسات هي blood stream، مجرى الدم، أو الليمفاتيكس الليم. The presence of virus in a blood is called viremia. Viremia هو مصطلح يطلق على وجود الفيروس في مجرى الدم. The viremic phase is short in many viral infections. Virions may be free in the plasma like enteroviruses or togaviruses or associated with particular cell types like in measles virus. وجود الفيروس في مجرى الدم هو طور قصير جداً، ممكن أن يتواجد بشكل حر في بلازما الدم، مثال ذلك الانتيروفيروسز الفيروسات المعوية والتوغافيروسز، أو ممكن أن يكون مرتبط بخلية معينة مثل الميزلز فيروس، فيروس الحصبة. هذا ممكن أيضا نلاحظه في الجدول أمامنا. Viruses spread via bloodstream، كيفية انتشار الفيروس عبر مجرى الدم. هنا عندنا نوع الخلايا وأنواع من الفيروسات اللي تابعة للدي ان اي أو الار ان اي فيروس. ممكن أن تكون انتقالها عبر الليمفاتيكس، أمثلة من الفيروسات، وممكن مونوسايت ماكروفيز الخلايا البلعمية، وغيرها من خلايا الدم النيوتروفيلز المتعادلة، ريد بلود سيلز خلايا الدم الحمراء، وممكن أن تكون بشكل حر في البلازما. أحيانا أيضا أو في بعض الفيروسات تتضاعف داخل هذه الخلايا، وأيضا في بعض الحالات ممكن أن يكون الانتشار عبر الأعصاب أو الجهاز العصبي neural spread. هذا واضح في الإصابة بداء الكلب بالرابيز فيروس، من ينتشر الفيروس حتى يعني عبر الأعصاب إلى أن يوصل للدماغ. وأيضا ممكن أن نلاحظه في الإصابة بالهربس سيمبليكس، هذا الفيروس يتحرك عبر الجانجليا العقد العصبية حتى يسبب إصابة كامنة. يعني الهربس سيمبليكس اللي هو الفيروس اللي يسبب لطمة الحمى يوصل إلى الجانجليا العقد العصبية ويكون دائما يعني مختبئ فيها أو قرب منها، بحيث من تصير له فرصة مثلا يخفض مستوى المناعة بالجسم راح تظهر هذه البقع اللي تظهر حول الفم اللي احنا نعرفها باللطمة حمى. الفيروسات تميل الى انه يكون لها organ او cell specificities، يعني تخصص في العضو او الخلية اللي تصيبها. عادة هذا يعكس لنا حقيقة وجود specific cell surface receptors for specific viruses. احنا من البداية ذكرنا بانه كل فيروس راح يصيب خلية معينة تبعا لوجود مستقبل على سطح هذه الخلية متخصص لهذا الفيروس. فمن يعني نذكر بأنه مثلا الفيروس هيباتيتس اللي يسبب التهاب الكبد، من نقول فيروس يسبب التهاب الكبد الفيروسي، يعني بالتالي نعرف وإحنا متأكدين بأنه الخلية المستهدفة هي خلية الكبد الهيباتوسايت ليفر هيباتوسايت، وذلك لوجود سبيسيفيك ريسبتر على سطحها حيرتبط بالفيروس ويدخل إلى داخل الخلية. أيضاً بالإضافة إلى السيل سيرفيس ريسبترز المستقبلات الموجودة على سطوح الخلايا، هنالك عوامل ممكن تكون مؤثرة على الجين إكسبريشن أوف ذا فيروس وتحدد السيل تروبيزم. مثلاً وجود الإنهانسر ريجنز that show some cell type specificity may regulate transcription of viral genes. The example is the JC polyoma virus enhancer is more active in glial cells than in other cell types. يعني وجود بعض المناطق اللي تسهل عملية التعبير الجيني والتضاعف بالنسبة للفيروس فيفضلها الفيروس. يعني مثلا الجي سي بوليوما فيروس، هذا الفيروس هو نوع من أنواع الفيروسات اللي تسبب slow infection، يفضل الجليال سيلز
اللي هي الخلايا العصبية، لأنه هي راح توفر لهذه المنطقة اللي تسهل أو تساهم بتعبير الجيني إلى أكثر من خلايا أخرى. أيضا من الميكانيكيات الأخرى في تحديد توجه الفيروس نحو خلية أو نسيج معين هو وجود البروتيولايتيك إنزيمز، الإنزيمات المحللة. فمثلا في بعض أنواع الفيروسات مثل الباراميكزو فيروسز تكون غير قادرة على إحداث أي إصابة إذا ما تم حدوث تحلل أو تكسير لبعض البروتينات الموجودة في أغلفتها، فبالتالي تحتاج أنه تستهدف خلايا بها هاي البروتيولايتيك إنزيمز، وبالتالي تتمكن من إحداث إصابة والقيام بالتضاعف داخل الخلية. بالعموم انتشار الفيروسات ضمن أي نسيج أو عضو أو خلية راح يتحدد بما تحمله من معلومات وراثية، يعني أيضا هو الموضوع مسيطر عليه بشكل جيني ووراثي. الخطوة الثالثة من الإمراضية هي Cell Injury and Clinical Illness، يعني تبدي الخلية راح يصير بيها damage ضرر وبعدها يحدث المرض السريري. Destruction of virus infected cells in the targeted tissue and physiologic alterations produced in the host by the tissue injury are partly responsible for the development of the disease. تحلل الخلايا المصابة بالفيروس والمستهدفة في هذا النسيج أو العضو والكثير من التغيرات الفسيولوجية ستنتج بالمضيف وبالتالي تكون مؤدية إلى حدوث المرض. بعض الأنسجة مثل الانتستينال إبيثيليوم، يعني النسيج الطلاء المبطن للأمعاء، ممكن أن بسرعة أن يتجدد regenerated. من يتضرر بوجود إصابة فيروسية ممكن أن يعيد نفسه أو يعوض عنه، وأيضا يتحمل الدمج أو الضرر الشديد اللي سببه الفيروس بشكل أفضل من بعض الأنسجة الأخرى، واللي أهمها هو الأنسجة العصبية أو الدماغ. الدماغ لا، إذا انصاب بأي إصابة لا يمكن أن يتم تعويض أي جزء متضرر منه. The viral clinical illness is the result of a complex series of events and many of the factors that determine its degree are unknown. بالنسبة للمرض السريري الفيروسي هو عبارة عن نتيجة من سلسلة معقدة من الأحداث، وعادة إنه الكثير من العوامل راح تحدد درجة هذا المرض، ولكن تكون غير معلومة. بشكل عام الأعراض المرتبطة بحدوث الإصابات الفيروسية تشمل الملايس اللي هو الضيق العام وأنوركسيا اللي هو فقدان الشهية. ممكن هذه تدل على وجود إصابة فيروسية، والأعراض هي لها علاقة بالاستجابة المناعية، بدء الاستجابة المناعية. الخطوة الرابعة من خطوات الإمراضية الفيروسية أو حدوث المرض هو recovery from infection أو ما يعرف بالhost immune response، يعني تبدأ الاستجابة المناعية بالمضيف للتصدي للإصابة الفيروسية. أحياناً قد ينجح المضيف بالتصدي لهذه الإصابة ويصير للفيروس clearance أو التخلص التام من الإصابة، وبالتالي recovery الشفاء. ولكن في بعض الأحيان قد يفشل المضيف بمقاومة الإصابة الفيروسية والشفاء منها. بالنسبة للشفاء أو ميكانيكيات الشفاء تتضمن كل ميكانيكيات المناعة سواء كانت innate ذاتية أو adaptive اللي هي المكتسبة من إنتاج الإنترفيرونات وغيرها من السيتوكينات. أيضا تتضمن كل عوامل المناعة الهيومرال المختلطة من antibodies وغيرها، وأيضا السيلولار الخلوية من البي سيل تي سيل وغيرها. أيضا هذه كل العوامل المناعية اللي تتصدى للفيروس كلها راح تختلف باختلاف الإصابة الفيروسية، يعني مو كل الإصابات الفيروسية تصير لها استجابة مناعية متماثلة. بعد ذلك تبدي الخطوة الأخيرة من الإمراضية أو هي ما يعرف بالفيروس شيدينج، يعني يبدي الفيروس يتحرر أو ينتشر إلى الانفايرومنت البيئة. هي الخطوة الأخيرة من الباثوجينيسيس، the last stage in
Pathogenesis is shedding of infectious viruses into the environment. يعني هنا راح تبدي حالة بدأ انتقال العدوى من يبدي ينتشر الفيروس من المضيف إلى الانفايرمنت أو المحيط. هذه الخطوة مهمة جدا وضرورية في المحافظة على الإصابة الفيروسية في المجتمعات أو في المضائف. Necessary to maintain infection in population. الشيدينج عادة يحدث من سطوح الأجسام مثل ما دخل الفيروس من سطح الجسم أيضا رح يتحرر أو يخرج من سطح الجسم بالاعتماد على الفيروس أو نوع الفيروس. خطوة الشيدينج تمثل الوقت اللي يكون بي المضيف أو الشخص المصاب يكون معدي infectious to contacts للملامسين. In some viral infections such as rabies, humans represent dead end infections and shedding does not occur. في بعض الإصابات الفيروسية قد يكون الإنسان هو نهاية مميتة للفيروس وتنتهي عند الإنسان الإصابة الفيروسية مثل حالة الرابيز، لأن الفيروس ما رح يصير بشيدينج من يصيب الإنسان.